صغار قوي. والعاش اللي خلينا تسل بعون الله عائف على رجلي، لا هنكسر ولا عمري هاكل. شربت منك مرار يا دنيا وشفت بتسمعوا بيجيب فلوس برضه في نفس الوقت. كلام الحلو الناس بتسمعوا بيجيب فلوس. عم احمد مدني، عم جريم شلبي بيقول العالم اللي مشرفنا النهارده نجم نجوم مصر الاسد محمود الحسيني. عم احمد مدني بيصب بحلقة عموم عم كريم شلبي دي بالحب اخويا مش فانتازيا للنجم الاستاذ محمود الحسيني. بتصب على حضرتك والنبي نجم نجوم مصر يقول لنا واحد مزمار من الاستاذ محمود الحسيني وسمنوط ويرش بعد اذن حضراتكم. واحد مزمار عشان خاطر استوديو بيت بس بداية بيقولوا يا عالم نجم مصر عم كريم الشرقاوي عم احمد مدني. وعشان 19-9 الرومي باشر قطة وبعدين احمد عبدالله بسطير الرئيس دليزة الرئيس دليزة الرئيس بتاعنا استاذ محمود اقسم بالله الرئيس دليزة الرئيس بتاعنا 19-9 ان شاء الله يا ربي. تلاتة احداشر اللي بتقول عجوة حبيبي وصاحبي ربنا يفك الدقيقة. قدك يا دنيا زي ما تخلص مش يعيش فيكي أعمى وخلص. قدك يا دنيا زي ما تخلص مش يعيش فيكي أعمى وخلص. هتلاقي وهكسب على الشمس قطير في الليل. روح 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 كل الجرح بتزيد زيد ومش بتزيد كل الجرح بتزيد
الفرح مالوش مكان، زمننا بقى الزمان، الفرح مالوش مكان، وزمننا بقى الزمان. شرفت ناسها واهلها الرجاله اللي بيفرحوا اي حد في الدنيا، والجنه اشرف النحلاوي، ابو السنه بشير خليفه، وهشام فضلي، وفضلي مشرفني عشان ابن اسيم تغلابه، اشرف باشا المحلاوي وقعدته الغاليه واحلى من السنه، بهية بهدير احمد عبدالله بيقول لك السلحانه والقطر، السلحانه والقطر في الرياض والراس لازم يتصفى عليه. اهدى ارفع ايدك فوق سقف الرجال.